طبعا احنا متظاهرين هان بصدد امام هذه الشركه. هاي الشركه عباره عن شركه هندسيه قامت بالتخطيط لانشاء تجمع سكني بالقرب من النويعمه. هذا التجمع بيهدف لتهجير البدو من منطقة شرقي القدس، مساحة تقريبا 57,000 دنم. بتعرفوا انه الاحتلال قبل فترة اعلن عن ما يسمى بمخطط ايوان حتى يبني تجمع استيطاني في تلك المنطقة وحتى يقطع ما بين شمال الضفة وجنوب الضفة. سيكون هناك تجمع استيطاني، سيلغى الشارع الذي يصل بين أريحة والقدس، حيث سيكون هناك مرور عبر نفق ما بين العيسرية وما بين عناتة، وبالتالي هذه المنطقة سنحرم من الوصول إليها إلا بتصريح البدو. هؤلاء الذين يمدون الفلسطينيين بالثروة الحيوانية من ألبان ومن لحوم حمراء، بالتالي إذا جمعوا في 1400 دنم لا يمكن لهم أن يعيشوا، سيقوموا ببيع قطعانهم وبالتالي سيدمر الاقتصاد، سنخسر الأرض، ومن ثم ستزداد المستوطنات وسيقتل أي حلم مستقبلي ببناء دولة فلسطينية مستقبلية. وبنطلب من هذه الشركة أنها تسحب هذا المخطط وأن تتوجه إلى المحكمة وأن تسحب هذا المخطط وتعتذر للشعب الفلسطيني. ومن أمام هذه الشركة نطالب هذه الشركة فوراً بالانسحاب وإعلان انسحابها على الملأ وللإعلام من كل هذه المخططات، وإلا سيكون هناك تبعات وطنية عامة على هذا الموضوع. هذه القضية لا يمكن لهذه الشركة ولغيرها أن تشارك في موضوع تهويدي تهجيري لأهلنا بهذه الطريقة.